وانا حاسه حالي حدا بلا فايده لك ولا شيء، فنيت عمري بس لحتى اكون ام وزوجه. رؤي ما رح يضل مثل ما هو، هلا في براسه موال والله. ايه واذا احترف الغنى انا شو بعمل؟ اختي اعتبري واحد قاعد بالبيت ليقضي غراض، غاز ومازوت وخضره ومصاري بيعطيكي، وفوق كل هاد بيساعدك بضب الاولاد. هلا هيك صفي الجواز؟ مو هيك صفي، هو هيك من يوم يومه، بس الناس محملته اكثر من طاقته. بكره زوجك ببيع مسلسل واشتري سياره لإلك، والتفتي لحياتك مع رفقاتك واولادك. انسي بس خليه زوج، بكره بس تصيري بعمري بتعرفي شو قيمته. شو قيمته يعني؟ صبي توصيل خضره؟ لا تستقلي فيهم هدول. خليني اصلح الامور بيناتكم. بكره بتتطور الامور بينه وبين ورد، وخصوصا هديك كمان عم تتطلق. هيك بضل عندك، قد ما شرق وغرب بضل عندك.